يخرج من صاحب حكم صاحب القرار. من لا يعني لو قاسم نعم نعم سنة أي تصلي صلاة التراويح في البيوت أو في الوضوء أو في المساجد جماعة أو فراغ؟ جماعة. جماعة في رمضان تصلي جماعة في رمضان لا نعم في الحرام تصلى جماعة. ما الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ إيش الفائدة؟ ما السبب؟ من قام مع الإمام حتى الصيف كتب له قيام ليل كان من قوم الليل كامل. طيب كم عدد أربع صلاة التراويح؟ من يعلم؟ 16 من 8 إلى 16 في اختلاف مثلا. إحنا الحين جاءنا خلاف نعم 11 من هي 20 ركعة. عائشة رضي الله عنها من تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب اسمع شيء لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى بها لا إشكال كما يصلي الناس اليوم في مكة ومدينة. نعم لكن حتى العلماء الذين يقولون أن تصلى 23 و 13 ركعة وكذا يقول الأكمل ألا نزيد على 11 ركعة. طيب أقل الوتر كم؟ من يعرف ذلك أسمع؟ أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. الله يرحم عليك. أقل الكمال 3 ركعات. أقل الوتر كم؟ 3 ركعات. نعم. وأقل القليل يعني هذا موضوع ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر فقلت 3 ركعات هذا أقل الكمال إذا عرفت أن تأخذ القليل من قليل كامل كم ركعة؟ 3. أما واحدة على أقل من ليس بالتمام. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر ركعة وهو يقدر عليه فهو مقصوم لا تقبل له صلاة. ركعة واحدة ما يقدر عليه مجرد ما تسلم تصلي عشاء الله اكبر انتهى ركعه صح؟ احيانا الله من دقيق صح؟ طيب قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. صلي على تهجد يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتح بالبقرة فقلت منها يعني منها أطلقها الأفضل فمشي فقلت بالبقرة فافتتح بالنساء فقلت النساء فافتتح بآل عمران قال حتى أمرت بأن أسوق قال ما أمرت؟ قال أنا أمرت أن أجلس عليها تعكم جزء تقريبا 14 كثير الآن يعني في الليل أقل من جزء نعم شوف قاعدة عند العلماء إذا جاء التعب تعرف أن تستيقظ العبادة ما تحتاج تعب أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز قدر بالسير إلى مكان. هذا السير كان بالطاعة.
عندما جاء المكان خلاص بتوع السيد كان هو دائما يكون صح. فلما جاء قال التوقاتنا رجاءنا لقد لقينا من شهر هذا نصبا. أين جاءت كلمة النصر؟ لقد أن جاء المكان. اسمع الآن يعني تمام صلاة الله أن نصا الإلقاء عمل كثير قراءة القرآن صلاة طرائق وسيارة كذا ولو قليل تعمل فيها مرات على تعمل كذا المسجد أتمنى أن تكون عام العام كله والله صح. لماذا لما تتسفق البدن بما قلت لك خلق حتى تكون عادة هنا فأي أحد قال صلاة طرائق وكذا قلنا هذا كلام إبليس وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد مسلم يحب الصلاة صحيح؟ نعم طيب